هاي الوصفة اليوم هي سلطة الباذنجان المشوي مع الخضروات. سلطة كتير طيبة وخفيفة وسهلة التحضير. خلونا نحضرها مع بعض. هون بدي أجيب حبتين باذنجان، أعمل فيهن شقوق طولية بالسكين، بعدين بدي أشويهن بالفرن أو على الغاز أو على الجريل، ما بتفرق. بعدين بدي أقشر الباذنجان المشوي، شيل القشرة، وبدي أتخلص كمان من البزر إذا فيه، والزيت الزيادة كمان أكيد. بدي أقطع الباذنجان لقطع كبيرة، أنا ما بحبه ينطحن طحن. بعدين بدي أضيف عصير ليمونة، ملح وزيت زيتون، أخلطنا منيح. بعدين on the top يعني فوق بدي أضيف الخضروات المقطعة، أنا قطعت بصلة صغيرة، فلفلة حمراء، خضراء أورنج، وكمان بندورة. وآخر شي بدي أحط عليها دبس رمان، يطلع كتير طيب، يعطيها نكهة مختلفة. صحتين وهنا.